طيب ملف تجديد فايلر ان شاء الله خلال ساعات، سواء هو او احمد فتحي ممكن تسمعه جديد يعني. موضوع وقت باذن الله تعالى. طيب نروح لجريده الاخبار واللي بيوصلوا اخبارهم الغريبه. مفاجاه الاهلي القادمه، عوده ازار واكرم توفيق. حلو. بص بقى بيقول لك ايه، وتطفيش رمضان. بتضحك، انا عارف والله انتوا بتضحكوا، عارف يعني بصراحه. الاهلي هيطفش رمضان ازاي؟ بالمناسبة يعني هو نفس الزميل العزيز اللي كتب خبر النهاردة، هو اللي كتب خبر امبارح، وهو اللي كتب خبر أول امبارح، والأخبار كلها واضحة إن هي في اتجاه واحد، وواضحة إن هي بتدل على انتماء الصحفي والزميل العزيز، الانتماء المعروف. وأنا قلت حضرتك على انتماء امبارح، فدايما برضه هنعيد عليه، بعد إذن حضرتك اركن الانتماء على جنب وقول أخبار تكون منطقية وحقيقية يعني. تتخيل انت حضرتك، هل الاهلي عايز يطفش رمضان صبحي؟ طب هو محتاج يطفشه. الاهلي مش عايز رمضان صبحي، اهي العار هتخلص وشكرا رمضان بس. لكن اللي لازم اكده على حضرتك، ان الاهلي عايز رمضان صبحي، مش بيطفشه خالص والله. يعني عايز يجدد، مش يجدد عار، عايز يشتري رمضان صبحي، هيحاول يدعم صفوفه بصفقه هتكون مهمه جدا، ان هو يكون موجود ويكمل رمضان صبحي مع النادي الاهلي، لان هو لعيب اضافه بكل تاكيد. لكن الاخبار اللي زي دي بصراحه غريبه، انا مش هطول بقى فيها النهارده تاني، لان خلاص احنا عرفنا ولخصنا القصه امبارح بخصوص جريده الاخبار وبعض العناوين الغريبه اللي بيكتبوها، واللي ساعات ما بيبقاش ليها توضيح في المتن. يعني زي خبر اول امبارح كده ما كانش فيه توضيح، كان بخصوص رمضان صبحي بس برضه ما وضحوش يعني، كان الامر غريب. بالنسبه لعوفي، موضوع عوده ازار واكرم توفيق، الاتجاه عند اكرم توفيق ايضا لغايه قرار نهائي بعوده اللاعب. القرارات النهائية بخصوص عودة البعض أو رحيل البعض أو البقاء على البعض، ده هيكون مع اقتراب نهاية الموسم. دلوقتي في قرارات، بس قرارات مبدئية كده، مبدئيا ممكن ده يرجع، ده مش هكون محتاجه، في لعيب مثلا معين عاجبني جدا عايزه، دي قرارات مبدئية. لكن القول الفصل في القرارات دي بيبقى مع نهاية الموسم، ده أمر طبيعي جدا. طيب نروح للجمهورية واللي بتتكلم بشكل